البداية هتكون من فعاليات الزيارة، زيارة الملك سلمان اللي انتهت النهاردة وغادر مصر متجها لتركيا بعد زيارة رسمية زي ما تابعنا استغرقت 5 أيام. كان في مقدمة مودعي الملك سلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين من الجانبين. آخر برنامج الملك سلمان النهاردة كان زيارته لجامعة القاهرة اللي فيها تسلم الدكتوراه الفخرية وسلمها لي دكتور جابر جاد نصار رئيس الجامعة. كمان العاهل السعودي تسلم درع جامعة القاهرة أثناء الاحتفالية. والملك أكد خلال كلمته على أن جامعة القاهرة صرح علمي شامخ وساهم في إدارة الحركة العلمية والفكرية مش بس في مصر لكن في العالم العربي والإسلامي. اتكلم كمان الملك سلمان على أن جامعة القاهرة احتضنت الطلاب من جميع أنحاء العالم وقدمت القادة والمفكرين اللي شاركوا في تقدم دولهم، والأهم أنه بتساهم في بناء المؤسسات التعليمية للمشاركة في صناعة الحضارة. بدوره دكتور جابر جاد نصار أكد على أن زيارة الملك سلمان للقاهرة ما هيش زي أي زيارة لكنها زيارة محبة للمصريين، وأن المملكة السعودية مكمن مقدستنا ومحل هوى قلوبنا. وكمان أضاف رئيس جامعة القاهرة في كلمته أن اللي حققه الملك سلمان لأمته ولشعبه هو دليل على أنه قامة عربية رفيعة، وأنه بيسعد جامعة القاهرة أنها تمنحه درجة الدكتوراه الفخرية باقتدار واستحقاق. تقديرا لشخصيته العالمية ذات التأثير البالغ والمشهود في محيطها العربي والدولي، ونظرا لإسهاماته البارزة في خدمة العروبة والإسلام والمسلمين ومساندته لمصر ولشعبها، منحت جامعة القاهرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز درجة الدكتوراه الفخرية في ختام زيارته التاريخية إلى مصر. أهلا بكم في مصر ومرحبا بكم في جامعة القاهرة، عزيزا وغاليا مكرما وكريما، سلمت لنا ملكا يحمي الحمى ويزود عن البلاد والعباد كيد الكائدين ومكر الماكرين. أطال الله عمركم وأسعد الله أيامكم وحقق الله أمانيكم. وفي احتفال ضخم قام الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة بتسليم العاهل السعودي شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا لدوره البارز في دعم جامعة القاهرة وإطلاقه مشروعا تاريخيا لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة بما يؤدي إلى تمكينها من أداء رسالتها نحو مجتمعها المصري ومحيطها العربي. أيها الأخوة الأفاضل، إن قرار منح شهادة الدكتوراه الفخرية مجلس جامعتكم العريقة هو محل اعتزازي وتقديري، كما هو تكريم لي وتكريم للبلاد وللشعب السعودي. أكرر شكري لكم وأدعو الله أن يوفق الجميع ما في خير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي اعتبر أن قرار منحه الشهادة هو تكريم له وللشعب السعودي، أكد على أن جامعة القاهرة صرح علمي شامخ احتضن طلابا من جميع أنحاء العالم، وأن الجامعة ساهمت على مدار العقود في تقديم قادة ومفكرين شاركوا في تقدم دولهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اللذان حرصا على رفع أيديهما متشابكة، وذلك قبل صعود الملك إلى الطائرة متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة، أكد على العلاقات الطيبة بين البلدين وعلى أن مصر والسعودية يد واحدة في مواجهة التحديات. معنا على التليفون دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور، برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، تابعنا جانب من الاحتفالية وكلمة حضرتك وترحيبك بالملك سلمان. لو حبينا نتكلم أكتر عن كواليس هذه الزيارة والأجواء، تقييمك ليها إيه يا فند؟ والله يعني أولا يعني جامعة القاهرة اليوم كرمت رجلا من رجالات العرب، نعم. له إسهاماته وله حضوره وله تأثيره، وأيضا يعني قدم لجامعة القاهرة يعني عملا رائعا بإطلاق مشروع تطوير القصر العيني تكلفة 1,100,000,000، وهذه في الحقيقة سوف تمكن الجامعة من أداء دوره. في الحقيقة أنه زي ما بيقولوا عندنا كده في المصريين، الاحتفالية كانت إرثتها جميلة جدا ورائعة.
وكان التوفيق يحالفنا في كل الأمور، وأنا يعني كنت متحسب لأنني سوف أقابل ملكا عظيما كبيرا. إنما منذ نزوله من السيارة وهو يتبسط في الحديث ويتحدث بخفة ظل يعني ينجذب إليها المصريون دائما، وأول ما نزل في الحقيقة قال لي أنا سعيد جدا أن زيارتي تختتم في جامعة القاهرة، ولقد آثرت أن أخرج من جامعة القاهرة إلى المطار لكي أغادر مصر. وبعد ذلك في الحقيقة حتى عندما أشرت إلى السفير السعودي وقلت له نحن نقدر هذا الرجل وهو يقوم بمجهود بارع، بعد ذلك عندما دخلنا الصالون قال أنني نحن اخترنا أفضل ما لدينا لكي يكون سفيرنا في مصر عن أحمد القطام. الأمر الآخر أنه يعني كان ودودا بعد منحه الدكتوراه الفخرية وجلوسه بين أعضاء مجلس الإقناع مال عليهم وتحدث إليهم وقال لهم لقد أصبحت دكتورا ويجب أن أدرس في الجامعة، اسمحوا لي أن أدرس في الجامعة معك. إذن في الحقيقة يعني نحن نتحدث عن رجل في الحقيقة طيب القلب يحب مصر والمصريين. الأجواء الطيبة دي لحضرتك بتوصفها يا دكتور جابر، والعلاقات الدافئة ما بين الشعبين، ده برضو يخليني أسأل حضرتك على البعض اللي برضو شافوا بعض النقاط السلبية في الزيارة، يعني قالوا علاقتنا كويسة وكل حاجة، لكن هل في مبالغة؟ هل في تزايد؟ هل العبارات اللي بيتم استخدامها يعني ترد على الكلام ده بإيه؟ لا، أولا ليس هناك مجاملة. لقد آثرت أن أبين أسباب منح الدكتوراه الفخرية للملك السعودي خادم الحرمين الشريفين وفق ما قرره الآباء المؤسسون للجامعة سنة 1927. تمام. ولذلك هو منح مستحق وهو عمل أكاديمي. وقد جرت المراسم اليوم والدراسة تعمل وأبواب الجامعة مفتوحة للطلاب. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الأمر لم يكن مقدرا على جدول الزيارة، وإنما اقترحته جامعة القاهرة وفاء وعرفانا لأنه قدم لها جميلا طواعية يمكنها من أداء دوره، ولذلك استحق أن تكرمه الجامعة. وكل الكلمات التي قلناها وكل الإجراءات التي اتخذناها هي في حقيقة الأمر أقل مما يجب لتكريم هذا الرجل العظيم الذي يقف جنب بجانب مصر. طيب ازاي نبني على ده؟ نتذكر خليك معايا بس، اتفضل يا دكتور. لابد أن نتذكر أن هذه الزيارة قد قطعت ألسنة المرجفون في الأرض من الجانبين المصري والسعودي الذين راهنوا على أن تتعقد العلاقات بين المملكة وبين مصر، والجماعات المتطرفة كانت تثير غبارا في الأفق من أن هناك تغيرا في السياسة السعودية تجاه مصر، وهذا غير صحيح. هذه الزيارة اليوم وتكريم جامعة القاهرة لخادم الحرمين الشريفين هو تكريم مستحق وفقا لقانون الجامعة ووفقا لوثائق الدكتوراه الفخرية، وهي فاعلية قامت بها جامعة القاهرة من الألف إلى الياء، فهي الداعية وهي المختفية. طيب نقطة أخيرة يا دكتور معلش عشان الوقت، أنا أصلا بقطع حضرتك علشان العلاقة ما يكونش فيها أي شيء يكدر صفوها، والحديث هنا عن الأزمة أو النقطة المحل جدل دلوقتي الاتفاقية والجزرتين والكلام ده كله، هل الجامعة بباحثيها وأساتذتها أساتذة القانون والتاريخ يعني جاهزين وحاضرين بأبحاثهم إذا طلبت منهم؟ أنا عايز أقول لك، اتفضل. أنا عايز أقول لك
الموضوع ده في الحقيقة يعني هذا الملف من الأسوأ أن تدار ملفات مهمة عن طريق يعني العبارات غير المنضبطة والتعابير غير المحددة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونضطر نحن إلى مثل هذه المعارك الوهمية. أولاً القانون الدولي حدد المياه الإقليمية لكل دولة، ونحن لا يمكن أن نخترع العجل. الأمر الآخر أن هناك اتفاقات بين مصر وبين السعودية على حماية مصر لهذه الجزر في وقت محدد ولظروف محددة. اليوم هناك ترسيم للحدود، هذا الترسيم لم يبتكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الترسيم تجري اللجان بشأنه منذ سنة 2010 واللجان تجتمع، وهذه اللجان لجان قانونية وسياسية ودبلوماسية وخبراء في الحدود، ولدينا دستور يقول أن رئيس الجمهورية يوقع الاتفاقيات ثم يعرضها على البرلمان. يعني الخلاصة عندنا مسار طبعاً تشريعي ومسار قانوني نحتكم ليه بعيدا عن الجدل أو الحديث بدون يعني أدلة واضحة أو حد يكون ليه خبرة في المجال اللي بنتكلم فيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جابر جات نصار رئيس جامعة القاهرة.